السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان، وما زلنا في الجولات الخاصة بعروض باندا. عملنا جولة أولى فيها الزيوت والأرز والمكرونة والمواد الغذائية الأساسية. هنكمل معاكم القسم الخاص بالسكر والحليب والحليب المجفف والنسكافيه والشاي، الحاجات اللي هي الخاصة بالقسم ده هنشوفها مع بعضينا. فهنبدأ بالحليب المجفف. في حليب مجفف لونة 2.25 كيلو بنازل ب 59 ريال 95 هللة، 59 ريال 95 هللة، 2.25 كيلو. في برضو من الانواع اللي هي نازلة عرض اللي هو فريشكو ده 2.25 كيلو برضو نازل ب 42 ريال 95 هللة. فريشكو ده حليب مجفف. في برضو من الانواع اللي هي نازلة اللي هو نيدو، طبعا كل الناس عارفة نيدو، ناس كتيرة بتفضل نيدو. نيدو 2.5 كيلو نازل ب 67 ريال 95 هللة، هو سعره اصلا كان 81 ريال 75 هللة. يبقى كده في 3 انواع نازلين اللي هو فريشكو ونيدو ولونا، نازلين على الحليب المجفف. في الحليب برضو المجفف اللي هو العلبة 1800 نيدو نازل، مش 1800، 1095 جرام، نازل ب 64 ريال 95 هللة، 64 ريال 95 هللة. دي كل عروض الحليب المجفف. في الحليب المبخر بقى، في الحليب المبخر اللي هو المراعي، حليب مبخر المراعي 3 حبات ب7.5، الحبة طبعا 170 جرام، ده حليب مبخر المراعي، نوعه المراعي 3 حبات ب7.5، الواحدة 170 جرام. في حليب مكثف، حليب مكثف رويال شيف الحبتين لو قدامنا ده، الحبتين ب8 ريال 95 هللة، 8 ريال 95 هللة. في حليب مكثف برضو نوع تاني، حليب مكثف ماليزيا 390 جرام، الاتنين حبة ب8 ريال 95 هللة. وابو قوس 397 جرام، الحبة الواحدة بس ب6 ريال 95 هللة. حليب مبخر ابو قوس الواحدة 133 ملي، ال4 حبات ب14 ريال 95 هللة. ده كل العروض اللي هي في قسم الحليب المكثف. نعتذر عن الاصوات دي يا جماعة، الاصوات دي عشان في اصلاحات هنا في باندا في الفرع اللي احنا بنصور فيه، واحنا عشان جينا بقى كنا لازم نصور يعني، ف احنا بنعتذر عن الاصوات دي. بنشوف بقى عروض الشاي، الشاي الاخضر اللي هو الليبتون، شاي اخضر ليبتون اللي هو ال 100 حبه ب 18 ريال 95 هللة، 18 ريال 95 هللة. شاي ليبتون الكيس فيه 100 حبه. في شاي ليبتون الاحمر 400 جرام ب 9 ريال 95 هللة، 9 ريال 95 هللة. في شاي اللي هو الربيع 800 جرام نازل من 34.75 هللة ل26.95 هللة، شاي الربيع. الحمد لله الاصلاحات وقفت اهي والصوت هدي شوية. في شاي الربيع اللي هو ناعم ال 100 فتلة ب11.95 هللة، اللي هو الشاي الناعم ده نازل من 14.95 هللة ل11.95 هللة. في الشاي الاحمر اللي هو ريد ليبل، الشاي ده نازل برضو ب9.95 ريال هللة، هو 100 فتلة. والشاي الأحمر ده برضو ليبتون 100 حبة ب9.95 ريال هللة. دي كل عروض الشاي. أقوى عرض موجود على الشاي شاي ليبتون اللي هو 300 حبة نازل من 50 ريال ل29 ريال 95 هللة، اللي هو 300 فتلة، 300 فتلة. في النسكافيه بقى، عروض النسكافيه اللي هو ال 200 جرام اللي هو الغطاء الاسود ده، لان في نوع تاني غطاء احمر، ده الغطاء الاحمر ده معلوش عروض. العروض على الغطاء الاسود ده الحبه ب 25 ريال 95 هللة، طبعا سعره مرتفع يعني 25 ريال 95 هللة. في النسكافيه الجولد 100 جرام ب 22 ريال 95 هللة، 100 جرام ب 22 ريال 95 هللة.
في اللي هو مبيض القهوة الكوفي كريمي 400 جرام ب 18 ريال 95 هبل، 18 ريال 95 هبل. في عرض على النسكافيه برضو، الناس اللي بتسأل على النسكافيه اللي هو 3 في 1 نازل ب 34 ريال 95 هللة، والكيس فيه 30 حبة، الكيس فيه 30 حبة اللي هو النسكافيه ده 3 في 1، الكيس فيه 30 حبة ب 34 ريال 95 هللة. في نوع تاني من النسكافيه ده، النسكافيه ده اللي هو الكيس الابيض ده نازل، ده خالي من السكر، خالي من السكر، نازل ب 21 ريال 95 هللة، 21 ريال 95 هللة. في نوع من القهوة برضو هنا، النوع ده نازل الواحدة ب 29 ريال 95 هللة. في برضو نوع من القهوة اللي هي الكبسولات ديت ب 29 ريال 95 هللة الواحدة. دي كل عروض القهوة والشاي، عروض القهوة والشاي والنسكافيه والحليب المكثف والحليب المبخر ده. طبعا احنا شفنا ده وشفنا المبيض ده، برضو هنشوف مكملين معاكم في العروض الموجودة في باندا، في عروض تانية، في عروض على الحلاوة الطحنية اللي هي النخلة، حلاوة طحنية النخلة السادة 1 كيلو ب 25 ريال 95 هللة، اللي هي السادة دي 25 ريال، اسمها النخلة 25 ريال 95 هللة، دي حلاوة طحنية. في حلاوة طحنية اللي هي باندا 0.5 كيلو 500 جرام 9 ريال 95 هللة، اللي هي بالفستق، اللي هي بطعم الفستق، والسادة برضو 9 ريال 95 هللة. في هنا حلاوة طحنية بالهيلو بالتمر حلواني اخوان 250 جرام ب 9 ريال 95 هللة. في نيوتيلا، النيوتيلا او كريمة البندق اللي هي اسمها باندا 750 جرام 17 ريال 95 هللة. النيوتيلا معلهاش عرض، النيوتيلا عليها عرض الحجم اللي هو الكبير اللي هو 750 جرام ب 30 ريال 95 هللة. النيوتيلا ده العرض اللي على النيوتيلا ب 30 ريال 95 هللة، ولكن كريمة البندق اللي هي باندا ب 17 ريال 95 هللة، هما نفس الحجم 750 جرام. نشوف احنا وقفنا في الفيديو الاولاني عند عروض التونة، ما شفناش الوها دي، الوها الاتنين حبة ب 12 ريال 95 هللة، اللي هي 185 جرام، اللي هي اللون الازرق. في اللون الاخضر التلات حبات ب 12 ريال 95 هللة، دي 160 جرام، 160 جرام. احنا شفنا عروض التونة كلها ما عدا الاتنين دول، فقلنا بقى نكملهم في الفيديو ده. في ورق العنب، عروض ورق العنب اللي هو السوسن 908 جرام الحبة ب 14 ريال 95 هللة، ورق العنب ده، ورق العنب السوسن يعتبر 1 كيلو نازل من 26 ريال 95 هللة ل 14 ريال 95 هللة. نشوف برضو في ريم نازل عليه عرض برضو 1 كيلو ب 14 ريال 95 هللة، 14 ريال 95 هللة، ورق العنب اللي هو ريم دي كل عروض ورق العنب.